السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسين عدلي رفض مين؟ رفض منتخب فرنسا من أجل الجزائر. كيف كانت هذه القصة وما هي التطورات التي طرأت؟ ومصدر في الفيفا يؤكد كل شيء، سوف أعطيكم هذا المصدر بالفيديو، المصدر الذي يؤكد أن عدلي رفض يلعب مع فرنسا واختار الجزائر. قبل ما نبدأ بهذا الموضوع، أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا على دعمكم إلي في هذه القناة. تحية كبيرة للجزائر وأهل الجزائر، وتحية كبيرة للمتابعين اللي طول عمري راح أفضل أشكرهم جدا اسم وكل من يرى هذا الفيديو. طبعا هذه هي الوثيقة، هذه هي المصدر وليس الوثيقة، عفوا هذا هو المصدر الذي أتيت منه الخبر العربي. ماذا يقول العربي الجديد؟ يقول هيا بنا، يقول إن هناك معلومات من مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم تؤكد إن اللاعب ياسين عدلي فعلا اجتاز اللعب، إنه هو اختار وليس اجتاز بل إنما اختار اللعب مع الأخضر بدلا من المنتخب الفرنسي، وبأنه قام بدفع الوثائق اللازمة لدى الاتحاد الدولي للعبة الفيفا من أجل تغيير جنسيته الرياضية. وتفيد ذات المعلومات بأن ياسين عدلي منذ مدة وافق على لعب المنتخب الجزائري، يعني أعطى موافقة على لعب مع المنتخب الجزائري، ومثل ما كشف موقع العربي الجديد قبل أشهر كما كان ممكن أن يكون حاضرا في معسكر المحاربين شهر يونيو حزيران الماضي، لكن تعطل رد الفيفا على ملف آخر لالتحاق هذا اللاعب عدلي فضل أنه يلعب مع المنتخب الجزائري. وأيضا كانت هناك معلومة أنه بالماضي قام باتصال معه وتم الاتفاق على أنه سوف يلعب مع منتخبه الجزائري. الله عليك يا عدي، هذا هو حب الوطن، ترك فرنسا حتى يلعب مع بلده. كل إنسان دائما حنين لبلده أينما ذهب. تحية الجزائر وأهل الجزائر. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وأنا أنتظر آراءكم وتعليقاتكم بهذا الفيديو. كن مع بلدك ظالمة أو مظلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.